حديث النجوم مع إبراهيم البوغنمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين في هذا العدد 42 من سهرتكم الرياضية حديث النجوم من نفس الموعد كل نهار ثلاث ونفس التوقيت من 6:30 حتى 8 متاع الليل. سهرة رياضية في تاريخية نتصفحوا فيها اليوم ألبوم ذكريات النجم من نجوم الرياضة. الليلة نجم سهرتنا سيد السفارة التونسية شرفنا في كل المحافل الرياضية محلية عربية قارية وعالمية. وقت الكرة في وسط الميدان الدور لا يميز بين صاحب الأرض والجمهور ولا يلتفت لمن كان في التاريخ يسول ويجول ولا تبهر أضواء تلألأ النجوم حتى الطبيعة تمرد عليها الحرارة البرودة والارتفاع كلها عوامل ما تزيد إلا إصرار على التألق والإشعاع. يا صاحبي يا علي بن ناصر كنت ديما للحق ناصر والشيء اللي خلاك تكون فاتح النهائيات وخاتم الأعراس الكروية تربعت على الساحة التحكيمية الإفريقية والعربية العالمية كنت صاحب السفارة الذهبية نمبر وان في غياب أبواق الدعاية الحالية المجانية للمواقع التواصل الاجتماعية وغيرها من أقلام مأجورة ووقتية. سيد علي بن ناصر نجم سهرتنا الليلة الحكم الدولي السابق التونسي مرحبا بك سيد علي. السلام عليكم تحية ليك ولجميع المستمعين. أهلا وسهلا بكم. مرحبا بك إذن كما سمعتوا إن شاء الله السفارة التونسية من بعدك تلقى من يصونها سي علي ويعلي من شأنها ويرجع مجد التحكيم كما عرفناها في عهدك الزمن الجميل. سيد علي رانا حبيناك وعشقناك وهذاك اللي علاش الليلة مع صديقنا برهوم في حديث النجوم على أمواج راديو لسفام الجربية باش نكرموك. شكرا جزيلا شكرا جزيلا على الاستضافة وإن شاء الله نعديه وسهرة طيبة. إذن بالنسبة لسيد المستمعين كانت اللي تسمعوا على الاستوديو الخارجي الليلة في دار النجم سهرتنا الليلة الحكمنا الدولي السابق علي بن ناصر ومع كل العائلة المصغرة نوجه له تحية كبيرة فردا واستديوهاتنا المركزية بجزيرة الأحلام الثلاثي العادة ثلاثي الانتصارات أيمن في التنسيق يستقبل مكالماتكم على 75-358-100 والمايسترو بوعيش على الكونسوليات صديقكم برهوم محاور النجوم نجم سهرتنا الليلة الحكم الدولي السابق علي بن ناصر في سطور اللي ما يعرفوش وباش نكتشفوا الليلة هذه المسيرة هو حامل الشارة الدولية من 76 حتى 91 مونديال الأواسط 77 ومونديال الأواسط 85 روسيا نهائي كأس تونس 83 نهائي كأس رابطة الأبطال الإفريقية 81 نهائي كأس إفريقيا للأمم 84 في كوديفوار أحسن حكم على الساحة الإفريقية موسم 84 نهائي كأس إفريقيا للأمم مصر 86 نهائيات كأس العالم المكسيك 86 أحسن حكم في البطولة التونسية موسم 88 نهائي كأس إفريقيا للأمم مغرب 88 ونهائي كأس الأفروازاتيك 88 هذه أهم عناوين سهرة نجم الليلة ما تغيروش الموجة باش نتعرفوا عليها باللحظة بلحظة دقيقة بدقيقة مع النجم سهرتنا الليلة سي علي بن ناصر الحكمنا الدولي السابق يا سي علي عبد الحليم مش يقول لك في هذه الفقرة الأولى نبتدي منين الحكايه اذا سي علي عبد الحليم يقول لك نبتدي من الحكايه والسؤال اللي باش نطرحه لك ونطرحه لكل الضيوف نتاعنا كيفاش تخرمت سي علي خليت الكره والشان والجول والدفاع والهجوم واخترت لنا اخويا السفاره اللي هي اصعب حاجه في الرياضه والله صدفه هي صدفه سعيده نجم نقول لاني انا ككل الشباب كنت مغروم وملعب كرة قدم وين ما تصير مباريات نتنقلوا سواء مع الفريق ونحبوه ولا نتفرجوا في الكورة الكل فرحت مرة
مشينا في حملنف كانت مباراة مع فريق المفضل نادي الرياضي الحملنف. أنا والشباب وإحنا كنا من منطقة باب السويقة وباب الخضرة والكل سمينا شباب مشينا نتفرجوا في المقابلة. مشينا في القطار راجعين في القطار الحكم اللي حكم المقابلة واللي نوجه له تحية بالمناسبة وربي يطول في عمره وإن شاء الله يكون في صحة طيبة لسيد أحمد القادري. أيوة هو اللي أدار المقابلة هو اللي أدار التحية ليه هو اللي أدار المقابلة في حملنف. كنا راجعين في القطار كان من جملتنا الحكم موجود فكنا شباب كنا مولعين بالكرة شفنا الحكم قربنا له قعدنا نحكي معاه قلنا له طبعا احنا كمحبين فك الوقت ذاك قلنا له يعني انت ندوم الحكام ديما ضد فريقنا وضد فريقنا وضد فريقنا نحكي معاه كان تصنت لنا وسمعنا وبعد غزال قال لي انت ظاهر فيك مغروم بالقانون وتحكي هكا والكل علاش ما تدخلش للتحكيم قال لي مربوطة في حاجة بسيطة قال لي الجامعة التونسية لكرة القدم موجودة وقتها في ناجا ريسالينا ذاك في تونس بتفضل قال لي ودخل معنا للتحكيم هكذا غير فيك مغروب دخلت الكلمة وبعد قلت أنا ليش ما نفيش للتحكيم أنا كنت ساعة نحكي لك على ماضي الرياضي أنا كنت بطل في ألعاب القوى سنة 58 في نطاق الأصغر مع فريقي كنت أنا كنت طالب في كنت تلميذ في مدرسة صديقية خذاني أستاذ الرياضة رحمه الله باب سعيدان اللي هو يعني كان يلعب كرة السلة وكان هو أستاذي متاع الرياضة وكان طبعا يلعب في الترجي الرياضي أخذاني من صديقية ورفعني للترجي الرياضي وقعدنا نتدرب كان حتى المقر متاع الترجي الرياضي وين موجود فندق البحيرة فندق اللاك الحين اللي في شارع محمد الخامس كانت ذاك المقر متاع الترجي الرياضي مشينا وتدربنا وتحصلت على بطولة سنة 58 يعني كرياضي ثم بعد انتقلت شوية لكرة القدم لعبت مع الملعب الشعبي مدة سنتين ما كنتش لاعب ممتاز لكن كنت مدافع شرس يعني كنت والحمد لله ثم جات قلت عليش ما ادخلش للتحكيم دخلت للتحكيم سنة 1966 جيت الرسالين وبدينا سجلت في الجامعة وبديت ندرس في التحكيم وبالصدفة أنه تو بعد نرجعوا لهذه سنة 66 كان كأس العالم في إنجلترا وكنت طبعا كما قلت لك كشباب مولعب كرة القدم كنا نتفرجوا في نهاية كأس العالم وكانت بالصدفة تو نرجعوا لها بعد مقابلة الأرجنتين وانجلترا سنة 1966 في إنجلترا وكان الحكم الاتحاد السوفيتي ومعاه مساعد يعني من السويد فما نتفرج كانت مشاكل كبيرة بين الأرجنتين وانجلترا وأنا سنة الأولى متاعي متاع التحكيم قلت إذا كان المستوى هذا يعني على مستوى كأس العالم مشاكل هك يعني التحكيم صعب وصعب جدا لكن أنا اندفعت وكنت نحب المغامرات المغامرات متاع الواحد وكما كنت كما قلت لك كعداء وغيره وكلاعب بدينا في التحكيم وتوكلنا على الله. إذن أول مباراة أدرتها في أي موسم؟ بديت ثم بديت طبعا بصنف الشباب كمساعد ثم كحكم ثم بديت في القسم الثاني سنة 71 ولا هو 70 كانت أول مقابلة في بين الملعب السوسي ومحيط قرقنة وأنا طرفة صغيرة قلت لك أنا عداء وكنت والحمد لله لياقة بدنية وكنت نتدرب جدي وغيره وغيره فروحنا للملعب سيكالدي سيكالدي صغير يعني ما زلت أنا كي نبتدي باش نقدم ونسرع قرار خلطت منطقة الجزاء نرجع لأن الملعب صغير يعني المجهود ما نجمش عطيت هذه كانت مقابلة بين الملعب السوسي ومحيط قرقنة هي أول مقابلة ثم في القسم الوطني سنة موسم 72-73 كانت أول مقابلة ما ننساهاش لأنها كانت في ملعب المنزة كانت تزير وصوص مباريات كانت بين الاتحاد الرياضي المغربي والملعب التونسي وكانوا الاثنين مهددين بالنزول مباراة صعبة لكن في ذلك الحين المسؤولين على التحكيم كانوا لما يدفعوا بشاب حكم جديد في مقابلات يحطوا له يعني كان معايا اللي نحييهم في الهادي السعودي ربي يطول في عمره اللي هو يعتبر دويان تاع التحكيم تاعنا واستاذنا ثم المرحوم علي الدريدي زادة كانوا الاثنين معناها دوليين وانا اول مباراه متاعي في القسم الوطني لجنه التحكيم يعني حطوا معايا زوز مساعدين من اقوى مساعدين باش يعينوني على المقابله ونزلت وسويت المقابله كانت اول خطوه ذيك في القسم الوطني ثم قدمنا الى خيره يعني بدينا من 72 حتى 91 عملنا 20 سنه في القسم الوطني. اخر مباراه 90 91 ادرتها وقتاش ضد شكون تعرفين نتاعها؟
آخر مقابلة كانت في شهر 91 بين الاتحاد الرياضي المنستيري والأولمبي للنقل. كان الاتحاد الرياضي المنستيري في المقابلة ذيك من ستاش زادة كان مهدد بالنزول، والأولمبي للنقل كان عنده اللاعب بالحسن كان يسمو باش يكون أحسن هداف. كانت مقابلة جميلة جدا وانتصر فيها الاتحاد المنستيري 4-2، منعه من النزول، وكذلك اللاعب بالحسن سجل الهداف اللي صار أحسن هداف في الموسم ذاك. نعم 74-75 سعلي شي فكرك نهائي كأس تونس هذا 74-75 كانت بين النجم الرياضي الساحلي والمكارم المهدية، وكان الحكم رحمه الله علي الدريدي، وكان كذلك توفيق غيازة رحمه الله وسعد وعلي بن ناصر. هذه المباراة اللي أدرناها وكان فيها التعادل، وتعاودت المباراة الثانية جاب وقت حكم من بلجيكا اللي هو كنا نجيبه الحكم الأجانب كثير، هو حكم المباراة الثانية بين المكارم المهدية والنجم الرياضي الساحلي. المباراة اللي زفرتوها أنتم 1-1 بن عزيزة وعمارة للمهدية، بالنسبة للمباراة الثانية 3-3 للإطوال أمام المهدية، وأذكروا لورا الحكم البلجيكي هذا، وكان سعد وعبد الرزاق بالسعودية وتوفيق عياز. أكيد كأنك حاضر. الله يرحمهم الاثنين، يرحمهم خير الحكام تاعنا والجيل المستوى واللي معناها ساعدونا كشبان بدينا وإلى غيره. سعلي 75 الموسم هذا ذكرك بلقطة بالمرحوم حمد العقربي، تزيدش تذكرها؟ شنو نذكرها؟ حمادي ساعة الله يرحمه من خيرة اللاعبين، ما نحكيش على الفنيات اللي ممتازة لكن نحكي على الأخلاق. طبعا كانت ملعب طيب الميري كان مازال ما تعشبش، من ممكن باش نكمل اخر مباراه في ديسمبر 75 ثم باش نبداو نحضروه لكاس العالم للشباب اللي صار اول كاس عالم للشباب تحت 21 سنه للشباب. كاس العالم صار في تونس سنه 77 فكانت مقابله بين النادي الرياضي الصفاقسي وسيكيك الحديد الصفاقسي. اجواء ديربي، يعني ديربي على حاله، تعرف ان ديربي وتعرف ان حمادي العقربي في الملعب اذا كان ثم 20,000 متفرج على الاقل 19,800 جايين يتفرجوا في حمادي العقربي. ايوه وممكن 200 الاخرين ولا اقل يحبوش النادي سكك الحديد الصفاقسي، وكان فريق ممتاز، فريق ممتاز ممتاز، والنادي الرياضي الصفاقسي كان زاد عقيد والله يرحمه حمادي، ومعنا كان فريقين ممتازين. كان معايا في المقابله نتفكر انا حتى مساعديني نتفكرهم كان محمد صالح باللاغه والعربي ابو عزيز اللي نحييهم بالمناسبه. نزلنا للميدان كانت مقابله ديربي على حاله، ف اللاعب اللي كان حاصر نفكر اسمه اللي كان معناه عبارة على خيال حمادي العقربي الله يرحمه هو النجمي اللي حاصره واللي هم زملاء كانوا حتى في الأسبوع بدأوا مع بعضهم في صفاقس. نزلنا المقابلة في الحديد الصفاقسي افتتح النتيجة صارت 1-0، فالنادي الرياضي الصفاقسي يحب يعدل بكل طريقة. حمادي العقربي كان النجمي خياله وين يمشي هو معه. فباش نحكي لكم عملية كيف صارت. صارت ركنية، تعرف الركنية كل اللاعبين يتجمعوا في منطقة الجزاء، ركنية اللي فايت النادي الرياضي الصفاقسي. وقت تلعبت الركنية ثم كي تطلع الكرة اللاعبين اللي خلاهم وراك، الحكم اللي تعلمنا على أساتذتنا اللي سبقونا والكل أن خليتهم وراك باش يكملوا إذا كان بداوا وقت الركنية باش تتلعب، بداوا يصفيوا في حساباتهم باش يواصلوا تصفية الحساب. الحكم اللي يعني بكل تواضع عنده تجربة ويقدم والكل يعمل لك تلفيتة ثانية باش يشوف شنو اللي خلى باش مازالوا يكملوا. يا ريت ما تلفت. تلفت نلقى حمادي الله يرحمه رحمه الله ومن خيرة اللاعبين أخلاقه ولعبه، وديما نقولوا ربي يرحمه وأحسن ما أنجب التونس. فنلقى حمادي رد الفعل مع اللاعب اللجمي بلكمة، فوقفت المباراة ومشيت قصيت حمادي لأنه العنف لا مش مسموح في الميدان تاع كرة القدم. قصيت حمادي حتى حب يخرج الجماهير كانوا لا يا حمادي أبقى أبقى، جاني عقيد رحمه الله زاد نجدوه بالخير اللي هو كان قائد فريق، قال لي سالي راه شو الشيء؟ قلت له يا محمد علي عقيد، قلت له أنا قصيت حمادي لأنه خام خطأ اللي استاهل عليه، لا خلي شعوري واحترامي ليه والكل يستاهل عليه الاقصاء، اذا كان مش هو باش يخرج راني انا باش نخرج، تعرف شنو مصيره. خرج حمادي وكمل المقابله. نحب نكمل نعرج على اللقطه هذه. هذايا صار نهار الاحد، نهار الاربعاء كنا احنا نحضر في الفريق الوطني اللي باش يترشح على كاس العالم سنه 78. كانت عندنا مقابله وديه بين تونس ويوغوسلافيا. فانا كنت طرف في المقابله وجاء حمادي العقربي قابلته الله يرحمه. نحكي معاه لاعب عاقل ياسر وخجول ومن اخلاق عاليه ياسر. قلت له حمادي شبيك؟ قال لي سعدي راني نستحق الخرجه
لكن راهو اللاعب لازم يعمل الحركه غير اخلاقيه اللي خلاتني رديت الفعل. قلت له انا ريتوشي انا نحميك. وقت قال لي وانا راني حسبت حتى العمليه نتاع الضرب حسبتها. قلت طلع الحكم مشى مع الكره واللاعبين قال لي التفت وضربت استحق طرد وذاك اللي صار وتمت العمليه وحكينا مع بعض يعني حتى العلاقه بين اللاعبين وكذا تقصيه ولا ما تقصيش ولا غيره. محمد العقل بمعنى مثل يقتدى به لا في الاخلاق لا في اللعب رد الفعل قمت بواجبي انا معاه الله غالب لكن ديما كان الاحترام لحمادي العقربي ورحمه الله وذلك كيف كانت هذه العمليه سنه سيدي صابر خمسه الله رحمه الله خير اللاعبين اخلاق ولعب نمشي 76 77 اول مباراه وديه زفرتها تونس ومالطا تتذكرها الماتش هذا اي هذيك كنا احنا لما ندخل القائمه الدوليه مش كيما توا لما تدخل القائمه الدوليه ما تاخذ الشارة الدوليه لما تسوي مبارتين بين الفرق الاولى نتاع الفرق الوطنيه يعني فكان لما كنا كما قلت لك باقي نحضر احنا في كاس العالم كانت المباراه الاولى بين تونس ومالطا في تونس في المنزه وكسبنا الفريق المالطي وقتها هما كسبونا 2-1 مش تونس ربحت في الماتش هذاك 2-1 الماتش الماتش الاول واحد بشيء ربحتها مالطا اي والماتش الثاني العقربي وطارق ماركي وزوز بونت الماتش الثاني ربحنا 2-1 انا سويت زاد المباراه مش خذيت الشاره الدوليه لان مش كيما توا حبر ما يدخل القائمه يعطيه الشاره لازم تسوي مبارتين فخذيت الشاره الدوليه الحمد لله تونس ومالطا مره كسبتنا مالطا ومره ربحناها كسبناها احنا ثم نحب نحكي طرفه هنا على بعد المباراه اللي بخلاف هذه سنه 76 و77 اول مباراه في نطاق افريقيا كانت بين فريق انديدي رونجيرس بين النيجيري اللي هو رفع الكاس في السنه هذيك وفريق المدينه نتاع ليبيا الاتحاد الليبي لعبناها في بنغازي لان الملعب نتاع طرابلس ما كان جاهز ف شكون كان معايا في الخط؟ هو احمد القادر اللي كان يسبب في دخول المباراه في دخول التحكيم سبحان الله كان هو كان شعب نحكي لك طرفه كان هو سيلادي السعودي رغم لي احمد القادر لما دخلت التحكيم سويت معه كثير مرات معناها تماس وغيره وغيره لانه حكم سبقنا وقدير وربي يعطيه القوه والعمر والصحه فبين الشوطين قلت له سيد احمد قال لي قلت له تفكر القطار واحنا مروحين من حم لمف وكذا وكذا واللي قال لي تفكر قال لي ما تقوليش انت بتاع القطار قلت له انا هو هاني علمتك عليها وانت دولي هذا وقعت في نطاق دوليين ثلاثه دوليين مع بعض يعني طرفه هي طريفه وصارت من باب الصدفه لكن ما حكيتلوش اللي انا دخلت ولا غيره وهو حكاها يحكي مع المحبين بتاع كره القدم الكل يعني دخلت في بين الشوطين قلت له هذا اليوم ثلاثه دوليين وانا سايق في المباراه وانت مساعدي وربي يبارك فيك انت وسيل هادي السعودي الحمد لله كانت المقابله وقلت له انت سبب لي في ادخالي الحكم وهاني التحكيم وهاني علمتك كان لما تمت لما معناها صرت دولي مثلك والحمد لله السهره هي فيها ذكريات سي علي 77 78 كان نرجع شويه اللي يمكن جينيراسيون جدد اللي ما خلطوش على سي علي في ترتيب الحكام خلال الموسم هذوما اللي داروا اكثر مباريات نلقاو عصيب الدبوس الله يرحمه 18 مباراه حيث. وبعد نلقاو سي علي بن ناصر محمد القادري 14 مباراه الثالث نلقاو عبد الرزاق الخليفي 13 مباراة علي الدريدي والعربي الوسطاتي 12 مباراة والهادي السعودي 11 مباراة أنا ذكرنا شوية الأسامي هذوما نرجع شوية للذكر على الأقل راهو عندنا جيل مختلفين جيل ممتاز وهذا اللي أعطانا التنافس مش ديما تكون للأفضل كما قلت لك أنا فادتني كل الماضي نتاعي كعداء في الالعاب القوى يعني والحمد لله ونقولها بكل فخر وكل اعتزاز مده التحكيم الكل على الاقل كل سنه نسوين مرتين او ثلاثه الاختبار نتاعنا البدني اللي يخول لك سواء على المستوى الوطني ولا المستوى القاري ولا الدولي باش نجم تدخل في الدوره ولا تحكم الحمد لله عمري ما فشلت في اي اختبار وتو نجيو بعد الاختبار الرسمي نتاع كاس العالم 86 تو نحكي لكم عليه بعد التفاعل الاخوه المستمعين المتابعين الحصة سي علي من مدنين تحية لصديقي كابتن سابق لأولمبيك مدنين اللاعب سعيد الشيباني يقول أحسن حكم تونسي على إطلاق أخلاق عالية ونزاهة كذلك تحية تجيك من صديقنا محجوب ربيع من مدنين عماد غزال عمر الزواري أيضا من جدوبة تجيك تحية من صديقنا شكري الترخاني من تونس العاصمة محجوب كذلك الأمين العربي طيب جلاسي اللاعب سابق للترجي الرياضي التونسي في جيل السبعينات صديقنا الصحفي عادل الأحمر كذلك الصحفي جريدة لابريس محسن الزريبي وأيضا عثمان
أمان النقاش من صفاقس. تحية جيك من صديقنا خالد الميري يقول متعة النوستالجي موافقين. شكرا لك صديقي خالد. تحية أيضا لصديقنا محسن بن مبروك وكل مستمعينا في عاصمة الجنوب. من بنزرة نوجه لك تحية كذلك المستمع الوفي لكل سهراتنا محمد من منزل بورقيبة، كذلك عماد الصفاقسي محب للسي بي، ومن مهدية مصطفى القديم صديق البرنامج مراسلنا من مهدية يقول نستمتع بأكثر الزوايا الخفية والمخفية في مشوار حكمنا الدولي علي بن ناصر. شكرا لك خويا صوفا. هذا تحية تجيك كذلك من صديقنا منير بن ربيحة، هو من الأصدقاء اللي يبذلوا جهودات كبيرة لإحياء الذاكرة الرياضية بنشر الصور وكذلك الأحداث التاريخية. شوف سي علي ايش يقول، يقول علي بن ناصر من بين أحسن الحكام على المستوى المحلي والدولي، اتسم بالشجاعة والجرأة في اتخاذ القرارات، أدار العديد من المباريات على المستوى المحلي والدولي. تبقى مباراة الأرجنتين إنجلترا واليد الخفية لمارادونا أشهر المباريات. نتمنى سهرة خالية. شوف سي علي ايش يقول، نتمنى سهرة خالية. حسب رأيك، حسب رأيك مناش بشكون خالية سهرتنا ليلة كي نحكيو مع الحكم. يكون من الصفراء والحمراء. إن شاء الله، لا معنا كان الأوراق البيض إن شاء الله. نحيي كل المستمعين ونشكرهم على ما قالوه، بارك الله فيهم والحمد لله. نعم كذلك تحية نوجه صديقنا علي كرد من ميدون بالذات، محمود بن عثمان، توفيق كوشة، علي بن حريز من حومة السوق، الأستاذ مصطفى طنيش، وصديقنا كذلك المربي الفاضل عفيف النلوتي. كذلك تحية جيك من باجة عاصمة السكر، من صديق البرنامج سليم المعيتي يقول موافقين إن شاء الله. هذه الدفعة الأولى ومازالت الدفعة الثانية، مازالت متواصل تفاعل. شكرا لهم الكل، شكرا لهم الكل، ويعطيهم الصحة ويعطيهم تحية رياضية والحمد لله. رغم الكل توفيق من عند الله والعمل الجدي. نعم. والمبدأ النزيه في الملعب، لما واحد يدخل يحاول يقول يا ربي، والله أنا مش أقول حاجة بسيطة جدا، كنت لما كان عندي نوع البورت كليم في آية الكرسي، وكنت كي ندخل أنا مؤمن بالله ندخل كل المباريات من الصغرى حتى كملت مباراتي، ندخل بالساق اليمين ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، يا رضيت الله وحسن الوالدين، يا ربي عيننا إن شاء الله. هذه تحية زادة من صديقة البرنامج سوبر فان، هذه تقول سي علي إنسان ذو أخلاق وخلق عالية، أحصل للشرف وريناك في مناسبات العائلة في جربة. برعت فكر عاد أي صحيح، لا جيت الجربة عدة مرات على الأخت هذه قالت نحيوها هي ونحيو العائله الكل يسمع فينا. اي يعني جميع المستمعين وبارك الله فيكم الكل، وشكرا انت على المناسبه عطيتني باش ترجعني لبرشا ذكريات مع الاخوان والخيان والحمد لله. 81 يعيشك سعلي. 80 81 نهائي كاس تونس، ايش يذكرك هذا؟ 80 81 لا انا زفرت نهائي 83، اما 80 81 كانت مقابله كنت متواجد في الفينال. ايوه اي 81 هذه كانت مقابله تاع نصف نهائي بين النجم الرياضي الساحلي والاتحاد الرياضي المنستير اللي كان في عنفوان في السنه ذيك، وكانت حتى كل فرق السوسه النجم الساحلي ولا الاتحاد الرياضي المنستيري ما حبوش يلعبوا لا في المستير ولا في السوسه. وانتقلت المباراه للصفاقس، وكانت مقابله من اصعب المقابلات يعني، وانتصر فيها النجم الرياضي الساحلي هدف لصفر، وفيها قصه كبيره وغيرها وغيرها يعني. هذه سنه 81 النهائي عملوا عليه الدريدي سنه بين الملعب التونسي والنجم الرياضي الساحلي. كنت انت مساعده مع سي الحبيب العكروت؟ لا هذه كانت الفينال هذايا لتوال 3-1 مع استاد، كنت انت كان علي دريدي هو اللي زفر حكم رئيسي، وانت وعلي عبد الحبيب وعلي الحبيب العكروت حبيب صاحبي كان معي حتى في النهائي بتاع 83 والمستقبل الرياضي بالمرسى. ايوه هذه تو نحكي لك، لما جانا المرحوم رئيسنا ونعتز به سي الحبيب بورقيبه قعدت نحكي معاه مشوار وغير، تو نحكي لكم بعد في النهائي كي نخلطوا للنهائي بتاع 83 ان شاء الله. تحب نواصلوا في الحديث على النهائي 83؟ باش نكملوا تو هذه قلت لي النقطه نتاع 83 تو نجيو، حتى ناخذوا نهائي كاس افريقيا للانديه 81 للبطل هذا سي علي. 81 كان اول نهائي بعد ما درت مرتين تماس يعني في 77 و80 ادرت نهائيات كمساعد، 81 دخلت كحكم ادرت مقابله الفائزين بالبطوله وقتها، ما تسماش ليك شامبيون، اما اللي ربحوا البطوله كانت بين القبائل نتاع الجزائر وفريق من الكونغو. الكونغو هذا عندهم حارس من احسن الحراس اللي هو كازادي وقتها معروف في افريقيا، في كانت المقابله في القبائل فيتا كلوب. سي علي اسمها فيتا كلوب الكونغولي هذا.
أيوة بيتا كلوب، وكان على حرس متسكر وحرس ممتاز في إفريقيا وكسب الفريق القبائل، هو اللي خذ الكاس، هو اللي كسب، وذيك كان أول نهائي لي كحكم ساحة على المستوى الإفريقي. الشبيبة القبائل ربحت 4 بلاش، وفي الذهاب خسرت 1 بلاش مع فيتا كلوب. صحيح. هنا سعلي معلومة، تو في وقت 69 79 80 81 ما كانش الإعلام كما تو موجود برشا، كيفاش وصلت؟ كيفاش وصلت؟ نحب نعرف كيفاش تم اختيارك معناه للنهائي سعلي. هذه حاجة صعيبة برشا، ربما برشا سألوني قالوا لي كيفاش توصل المعلومة. تو نقول لك كيفاش. أول أنا أولا وين ما ناخذ مقابل أنا يتم تعييني. الجدية وبكل تواضع، ويعرفون الإخوان اللي عاشوا معايا سواء أندية ولا زملائي ولا الدوتين، يعني الجدية نحب ننجح، كي نمشي ديما نحب ننجح. فنعطي كل ما عندي. أولا ساعة كما فتح قوس نحب نفتحه، كنا قبل كي نخرج باش نحكم دائما يحطونا الشعار متاع، خاصة إذا كان بين الفرق الوطنية يعديوا النشيد الرسمي متاع الفرق ومتاع الحكام. فأنا كنت لما نسافر نهز معايا شريط كانت فيه على خليدية ثم تغير حماة الحماة ثم نهز على بالتونسي. بعد ساعات لما بلدان في فريق يقول لك أنا ما عنديش سفارة مثلا، ما عنديش العالم، تفضل هاو العالم، تفضل هاو الوقت. علاش نقول لك هالكلام هذا؟ وقت يضرب النشيد الرسمي بالنسبة لينا نهبط، نحب بلغة الكواشية نحب ناكل الحشيش ونحب نمثل لك العلم اللي حطوه وسبعين ألف متفرج ولا ثمانين ألف ولا مية وعشرين متفرج وقفوا احترام لك العلم ذاك. زوز جول يلعبوا فيه العلم بتاع كل دولة وفيه العلم بتاع الحكام التوانسة. يعني كي ننزل ذاك كي نغزله كل حكم كل العلم ويجيز نشيد الرسمي معاش نفكر لا على صحتي لا على الجري لا الطقس اللي فيه سخون ولا بارد ولا الميديتي ولا كل هذا، يلزمني ننجح. وكل نجاح يزيد يجيب لك مقابلة أخرى وأحلى مشي حتى توصل للنهاية. هذا العمل جدية يعني واضح سهلة يسر. شكرا سعدي، تقعد معنا وقدم معنا السادة المستمعين. لحظات فقط باش نمشي إلى موجة الساعة 7 للأنباء، ثم يتواصل حديثنا سبور في نجم سهرتنا الليلة في حديث النجوم النجم الدول حكم الدولي السابق علي بن ناصر. ما تغير مش الموجة.